وديني المستشفى عشان اطمن على رجلي، فحس ان انا في غداء وهو هناك. قال له طب قعدوني هنا للصبح. هو متعود يعني المستشفى ده بيبقى هناك على طول، متعود ان ياخد جلسه نفس والحاجات دي. بس فمعيدين لنا عم وحيد نكلمه، هو ابوه اللي راح فينا عشان كلنا كنا بنجيبه في الشغل. قال لنا ده هو قال لي ساعتين هنا في المستشفى لحد يعني الصبح. جه الصبح جه وابوه ما جاش. فقال لي استهدى بالله وصلى على النبي وما تزعقش ولا تتكلم مع حد. بيعلمنا نتعلم الاحترام مع الناس ازاي. طول عمره كان بيقول كده بس دي اخر كان حاجه بيني وبينه. قال لي ما تتكلم صلى على النبي وما تزعقش استهدى بالله. كان عندي مشكله كده وعايز اخلصها. هو كان بيخلص لي كل حاجه مش انا بقى، ما اي حد عنده مشكله. لازم نسيبه لينا ان احنا نحب بعضنا ونحترم الناس.